القوات اللبنانية معروفة صار لها فترة عم بتطالب بانتخابات نيابية مبكرة، هل تدعو القوات مع تزامنا مع الانتخابات النيابية المبكرة واستقالة النواب، يعني تقصير ولاية مجلس النواب إلى استقالة رئيس الجمهورية؟ نحن مع إعادة تشكيل كل السلطة، قلناها وعم نقولها، نبدأ بالانتخابات النيابية، وإذا تغيرت هذه الأكثرية الحاكمة اللي هي تعبر عن أو هي مظهر من أو هي انعكاس للفريق السياسي لرئيس الجمهورية، ساعتها رئيس الجمهورية أكيد مفترض، إذا نحن بعدنا بنظام ديمقراطي منصوص عنه بالدستور، أنه هو لم يعد يعبر عن هذه الأكثرية، وندعو بطبيعة الحال أن يرحل رئيس الجمهورية، أن يبادر إلى الاستقالة الطوعية، وأنه يصير في انتخاب رئيس جديد، وأنه يصير في حكومة ساعتها إذن تعبر عن صفحة جديدة وصورة جديدة وممارسة جديدة للأكثرية النيابية. طيب، بالحديث عن الأكثرية النيابية، تقولون أن هذه الأكثرية أثبتت فشلها. اليوم في إحصاء عم تعمل القوات اللبنانية، أنا بعرف أنه في إحصاء عم تعمل القوات اللبنانية على الساحة المسيحية عن شو تغير، ما الذي تغير منذ الدورة الأخيرة، ما الذي تغير؟ تغير الكثير. شو تغير؟ أول شيء تغير إنه من أعطي هذه الثقة المسيحية من التسعين لليوم وصل إلى الرئاسة مع أكثرية نيابية، مع أكثرية وزارية، مع أكثرية ويد طولة. هلا هذه الأكثرية النيابية والوزارية شوي كلمة فضفاضة، لأنه هذا تحالف، يعني هذا عدد من القوى السياسية التي لا تتفق كلها على نفس المشروع، بس ماشي الحال. بس أوقات هو يعني كان يبقى عنده 10 وزراء، يعني كمان ما ننسى ببعض الحكومات، مش هيدا المهم. صار في واقع من الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، في سرقة لأموال المودعين، في إدارة للدولة فعلا كارثية، ولا أحمل إنصافا التيار الوطني الحر منفردا هذه المسؤولية، ولكنه لا يمكن أن يتنصل منها. ونحن حتى من سواك بنفسه ما ظلمك، نحن إذا بده يعتبرنا الرأي العام شاركنا بهذه الحكومة أو بحكومتين تحديدا، نتحمل ولكن بنسبة مشاركتنا وبإدائنا خلال هذه المشاركة، وهذا الأهم، لأنه هو الإداء في الحكومات هو. بس ما الذي تغير على الساحة المسيحية؟ يعني أستاذ جورج، بس لحتى نوصل دغري للب الموضوع، أنه عم بتقول أنه إذا كان التيار الوطني الحر خسر من إذا بدك شعبيته، بس أنتم تعلمون جيدا، أنا رح أوصلك للب الموضوع من غير طريقة، أنه يلي بيروح يلي بيخسر التيار الوطني الحر ما بيروح عند القوات اللبنانية. أنا بدي أشرح لك الواقع من وجهة نظري من غير منظار. عم نشوف نحن من فترة في هجوم مركز على القوات اللبنانية من أحزاب السلطة من جهة، كلها بعنف أو بلا مبالاة، وفي أيضا تركيز وتصويب من قوى الثورة. طيب، إذا واحد بده يسأل ليش في إجماع من هالفريقين على التصويب على القوات اللبنانية، لأنه عم بيقروا مثل ما نحن عم نقرأ نتائج الاستطلاعات التي تشير على الأقل، وبدي أقول لك يعني يكون متفائل، أنا حذر جدا دائما بلعبة الأرقام والاستطلاعات، حذر جدا، تشير على الأقل أنه القوات اللبنانية ستكون أكبر كتلة نيابية مسيحية. أوف. أوكي، طيب، لحظة بس فينا نتوقف عن من شان هيك قوى الثورة فينا نتوقف عندها بتقول فينا نتوقف عنها أكيد. كيف يعني؟ يعني اشرح لي توقعاتكم. عم تقول أكبر كتلة مسيحية، يعني عندك رقم، يعني عندك تصور، يعني على الأقل تقلك اليوم نحن يعني دخلنا إلى المجلس النيابي نحن 15 نائب والتيار الوطني الحر 29 والكتائب 3، ما هيك، والمردة 5. هذه الأرقام حاليا. طيب، نحن كنا 15 صرنا 14. التيار أو كتلة لبنان القوي من 29 نزلت لل 21. طيب، يعني بالمجلس الحالي بدون شيء ضاق الفارق بين الكتلتين. طيب، نحن عم نقول الاستطلاعات تشير إلى أننا سنكون أكبر كتلة نيابية مسيحية. ما معنى ذلك بالسياسة؟ شوفي قديه إلى أبعاد
هذه المسألة إذا صحت؟ أولاً إذا صحت، إذا صحت أكيد، بس على أي أساس بتكون؟ أفترض سلفاً أولاً، بس خليني كمل لك النقطة. أولاً سينتزع الغطاء المسيحي عن سلاح حزب الله. ثانياً سيصبح سمير جعجع المرشح الطبيعي الأول لرئاسة الجمهورية. ثالثاً سيصبح التمثيل الوزاري للقوات اللبنانية في أي حكومة ما بعد الانتخابات هو الأكبر مسيحياً. ورابعاً ستكبر قدرة كتلة القوات اللبنانية داخل المجلس النيابي بتعطيل تمرير أي مشاريع أو أحلام أو 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 يعني اقتراحات قوانين على شكلة قوانين الانتخاب. طيب منشان هيك وأنا هيدا اللي بحب أقوله لجمهور القوات اللي عم بيسمعني هلا، إنه منشان هيك ما تستغربوا هذه الهجمة، لأنه إذا لم يتم التصويب بهذا الشكل على القوات لشيطنتها من هون ومن هون رح نفوز بأكثرية نيابية، ورح تكون هذه نتائجها المخالفة تماما لإرادة الأكثرية الحالية، الثورة الحالية ومحور الممانعة ككل. بالمقابل أنا فيني أقول لك هلأ أنه هذه الهجمة اللي عم تقول حضرتك أنه عم تتعرض لها القوات اللبنانية من قوى السلطة ومن الثورة، قوى الثورة، بعض الثورة، بعض قوى الثورة، هي من إلا يعني جزء يسار الكافيار تحديدا، جزء من الهجمة يلي عم يتعرض لها تيار وطن حر، جزء يعني بسيط جدا من حجم الهجوم والتركيز الذي يتعرض له بالسياسة التيار الوطني الحر من قوى السلطة ومن مجموعات الثورة. لأنه بنعرف أنه لما ب 17/20 كان في حدا بالواجهة أكل كل الخبيط إذا بدك، اللي هو التيار الوطني الحر، رئيس الجمهورية وجبران باسيل، الوزير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. عم تعطي يعني تشبيه بين الحالتين. انا عم اقول لك انه ما رح اقول لك ليش ما بيتشبهوا ببعضهم. اولا لانه التيار الوطني الحر وفخامه الرئيس تحديدا اتى الى السلطه بشبه اجماع، يعني في يمكن الرئيس بري فقط كان معارضه، ولكن فريق الرئيس بري، رئيس بري ووليد جملات، لا وليد جنبلاط صوت له، بس انه على مضض، يعني على مضض يا استاذ جورج، انه نحن كنا يعني وانتوا على مضض، نحن بابتهاج وانتوا على مضض، بس جاء ب ب يعني اجماع او شبه اجماع وطني انه انت رئيس الجمهوريه، انت تمثل الشريحه الاكبر من المسيحيين، وانت المسيحي القوي الذي يجب ان تتبوأ رئاسه الجمهوريه. بظرف 3 سنين ما بقي صاحب لهالعهد. ليه؟ بتسأليهم.